فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رش أركان وجدران البيت بالماء المقري عليه لكي يدفع العين والسحر؟ أبدا، لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز رش جدران البيت بالرقية. بعضهم يرش بالملح يقول به وخرلج، بعضهم، هذه كلها خرافات أنزل الله بها من سلطان. نعم.